هكذا تبدو أسواق مدينة تعز في آخر لحظات الشهر الكريم، فخروج المتسوقين هنا من أجل اقتناء حاجياتهم والاستعداد لعيد الفطر من جهة، ومن جهة أخرى هو أيضا بمثابة تحد لحالة المدينة المحاصرة من قبل الميليشيا. نحن في أواخر شهر رمضان المبارك، ومن هنا في قلب مدينة تعز حيث تكتظ الأسواق في هذه المدينة بالأبناء المدينة بالمشترين هنا استقبالا للعيد، رغم الحصار، رغم القصف، رغم القذائف التي تنهال ليل نهار على أبناء مدينة تعز، إلا أن أبناء مدينة تعز يأبون إلا أن يعيشون بحياتهم الطبيعية، يرسلون رسالة إلى الإنقلابيين مفادها نحن هنا، نحن هنا صامدون، نحن هنا ثابتون، نحن هنا باقون. معظم شباب المدينة وجدوا من هذه المناسبة وإقبال الناس على التسوق فرصة من أجل العمل على اكتساب الرزق عبر هذه البساطات التي يروجون ويبيعون بضائعهم حتى خلال أيام العيد. الحمد لله شفنا أن الحياة عادة إلى تعز، السكان بدوا يرجعوا عندنا والحياة، فقلنا نخرج نطلب الله. الحمد لله الأسواق ازدحمت والأسواق بدأت تستحم من جديد، وعدنا إلى الأسواق من جديد نطلب الله ونشوف السوق كيف، والحمد لله حاولنا نطلب الله، والحمد لله الأسواق أيضا ازدحمة وطلبت الله عادت إلى ما كانت وبدأت الحياة تدب في تعز الحمد لله. افتقد الناس هنا هذه المشاهد طويلا بعد أن غابت عنهم منذ بدء الحرب، ويأملون استمرارية الحياة لينعموا بالأمان. برغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المدينة، يحاول المواطنون هنا تطبيع الحياة والعمل على سريانها بالشكل الطبيعي استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.